الوطن. طبعا احنا بنهنئ الشعب المصري قيادة وشعب بالنسبة للوصول اول 10 جرارات من صفقة ال 110 جرار اللي تم التعاقد معاهم مع شركة جنرال الكتريك الامريكية. طبعا زي ما انت شايف الجرارات بدأت تنزل من المركب على السكة، وان شاء الله بالنسبه للتوريد الباقي اللي هم بقيه ال 100 جرار ان شاء الله خلال ال 30/6/2020 هيكون وصلنا اول 50 جرار، وتتوالى بعد كده تسليم الجرارات خلال العام 2020 و2021 اوائل 2021. يعني كل شهر لا هو دي احنا في كل دفعه هتيجي 10 جرارات، دي مرتبطه طبعا بمواعيد الشحن والتمويل الخاص بالدفع قيمه هذه الجرارات من البنك للشركه الامريكيه. على مدار قد ايه؟ كام عدد؟ ما احنا قلنا فندم اول 50 جرار في نهايه 30/6/2020 هيكون اصل لنا اول 50 جرار. تعالى عشان تقول اهم ما يميز الجرار ده عن بقيه الجرارات ايه؟ الميز الجرار ده طبعا في نواحي تصميميه تعدلت، اللي هي الباب بتاع السواق كان في الجنب بقى دلوقتي مواجه للكابينه مباشره، في الشاشه اللي كان بيستخدمها السواق اثناء المسير دلوقتي بقت باللغه العربيه عشان تسهل اجراءات اللي هي ظهور العطل للسواق وازاي يتعامل مع العطل، الانظمه اللي هي الجر فيه برضه بعض التعديلات، الاجهزه اللي هي الاوتوماتيك ترين كنترول اللي هي الخاصه بالسيفتي اثناء مسير القطار على الشبكه مع منظومة الإشارات، دي برضو بقت أحدث منظومة موجودة في الجرارات الخاصة بالسكة. طبعا كان في بيقولوا الجرارات القديمة اللي هو جهاز الـ HTC طبعا حضرتك. ما احنا قلنا فندم انت عدلناه، احنا لسه قايلين فيه وقت ان احنا بقى أحدث نظام جهاز HTC موجود في تكنولوجيا السكة الحديد اللي هو الأوتوماتيك ترون كنترول زوب 212 بلس.